السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تستميت الشعوب والأمم في نشر قيمها في العالم ولا تمل من تعميم ثقافتها ولغتها، وهو ما تفسره ظاهرة العولمة أو الأمركة في يومنا هذا. ثمة من يختار لهذه الظاهرة وصف الصراع، وهو ما ذهب إليه المفكر السياسي الأمريكي صامويل هنتينغتون في مقالته الشهيرة المعنونة بصراع الحضارات. هذا يقود إلى الحديث عن موقف الإسلام من هذه القضية وعن طبيعة الحضارة الإسلامية. أهلا بكم مشاهدينا الفاضلين إلى لقاء جديد من برنامج مقاصد. في لقاء اليوم نبحث مفهوم الحضارة ابتداء وطبيعة الحضارة الإسلامية وموقف الإسلام من الصراع الحضاري، كما نتطرق إلى سبل استعادة وهج الإسلام الحضاري في ظل الظروف الراهنة التي تشهد استهدافاً يبدو ممنهجاً لقيم الإسلام وعقائده وأحكامه وأخلاقه وآدابه وفق ما يعرف برهاب الإسلام تارة، وبمحاربة ما يوصف بالإرهاب تارة أخرى. نلقاكم بعد وقفة قصيرة بحول الله تعالى. عن موضوع الإسلام وصراع الحضارات يسعدنا أن نرحب بضيف الحلقة الدكتور عبد الحميد زرعم، الأستاذ المشارك بالجامعة الإسلامية العالمية في ماليزيا. أهلا وسهلا ومرحبا بكم دكتور. وسهلا. طيب، يعني كمدخل ضروري لهذه الحلقة لابد أن نعرف في البداية مفهوم الحضارة ابتداء، وماذا عن الفرق بين الحضارة والثقافة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة أفضلها والتسليم أتمه على الرحمة المهداة والنعمة عبد الله البشير النذير السراج المنير المبعوث رحمة للعالمين. أشكركم أولا وأشكر بشكل خاص دكتور جهاد على هذه الاستضافة الطيبة، وصلى الله سبحانه وتعالى أن نجعل ذلك في ميزان حسناتنا ونثقل بها موازيننا إن شاء الله يوم القيامة. أهلاً وسهلاً بكم دكتور. بطبيعة الحال موضوع الحضارة موضوع شائق، ذلك لأن الحضارة في أصلها تعني التحضر، فيقال حضر فلان يحضر حضورا، إذن هو ضد الغياب. الحضارة أيضا ضد البداوة، فيقال فلان له حضور مميز، أي له وجود متميز. الحضارة أيضا تعني الإقامة في الحضر، ومن مترادفاتها المدنية الرقي، التقدم، التمدن، النهضة، العمران كما يسميها ابن خلدون. إذا تحدثنا عن الحضارة فنحن نتحدث عن مجموعة نعم دكتور، أخشى أن يكون هناك إشكال فني من المصدر، ولكن لو سألتك، يعني تتحدث عن أن الحضارة هي مقابل لمعنى البداوة وهي مقابل لمعنى الغياب عندما تكون حضورا، لكن هل يلزم من الحضارة أن تكون هي يعني وسائل وأدوات مادية، أم أن هذا المفهوم ينسحب إلى مجموعة القيم والعادات، بمعنى أن البنية التحتية وليست فقط الفوقية؟ جيد، هذا يجرنا إلى سؤال بديهي دائما ما يتكرر، وهو كما تفضلت قبل قليل آنفاً، ما الفرق بين الثقافة والحضارة؟ فهناك من لم يفرق بينهما، وهناك من فرق، فالذين فرقوا يقولون الثقافة ما يتعلق بالقيم المبادئ، الحضارة ما يتعلق بالعمران، التقدم العلمي، التقني، التكنولوجي، المباني، المسرح، التماثيل، البنايات الشاهقة. إذن ما ينتقل من مكان إلى مكان هذا يسمى ثقافة، لذلك قالوا معظم الشعوب لها ثقافات. أما الحضارة فهي الأشياء المعنوية، إن كانت
إن كنا لا نفرق بينها وبين الثقافة، أما إن فرقنا فالحضارة هي الجانب المادي بينما الثقافة هي الجانب المعنوي. لذلك قالوا بعض الشعوب لها حضارات، وبالتأكيد الحضارة بنتها الثقافة، بينما هناك شعوب لا تمتلك هذه الحضارة بمعنى التقدم العمراني المدني النهضة العمرانية، لكن لها ثقافات. هذا يدل على أن كل الشعوب لها ثقافات، بينما الحضارة تمتاز بها بعض الشعوب والأمم. نعم. هذا فيما يتعلق بالفرق بين الثقافة والحضارة. طيب دكتور، لكن في الإسلام نعم. تفضل أكمل. نعم. لكن في الإسلام الحضارة الإسلامية ما جاءت إلا بعد أن جاءت الثقافة الإسلامية وهي القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة والفكر الإسلامي الذي انبثق من هذين المصدرين. دكتور أرجو المعذرة حتى لا نستبق هذا الأمر، يعني قبل ذلك، قبل أن تتحدث عن طبيعة أو مفهوم الحضارة الإسلامية التي لا شك أنها تمتلك خصائص وسمات تنفرد بها عن الحضارة الأخرى، قبل ذلك يعني عندما نتحدث عن الحضارة الإسلامية، الحضارة الغربية، الحضارة الصينية، الحضارة الهندية مثلا، يعني نريد منك أن تعرفنا عن ما الضابط الذي يميز بين هذه الحضارات من حيث السمات ومن حيث المظاهر العامة. يعني لماذا نقول عن هذه الحضارة أنها حضارة صينية لا نقول عنها أنها حضارة غربية؟ ما المميزات التي تضفي على كل حضارة صفتها أو اسمها؟ هذا سؤال في غاية الأهمية، لأن بعض المسلمين اليوم لأنهم انفكوا عن تراثهم أو فكوا هذا الرابط الذي يربط المسلم بتراثه، فبدأوا يسمون المظاهر المادية التي يرونها حضارة، بينما الحضارة في مفهومنا كمسلمين تنبثق من القيم. فإذا قلنا حضارة صينية يعني منبنية أو مبنية أو منبثقة من الديانة الصينية وهي البوذية الكونفوشيوسية. إذا قلنا الحضارة الغربية هي التي ارتبطت بالديانتي المسيحية واليهودية. إذا قلنا الحضارة الهندية هي المرتبطة بالديانة البوذية. يعني أنت تربط الحضارة، أنت تربط الحضارة بالدين، يعني تقصد أنه ما من حضارة إلا ونشأت على أساس ديني؟ نعم. طب هذا لكن هو لكن الصين ربما نعم. تكون استثناء في ذلك، وحتى الحضارة الغربية دكتور، يعني فقط أريد أن أشبع معك هذه الفكرة حوارا من فضلك. يعني في الصين ربما هناك استثناء، وربما حتى الحضارة الغربية التي يعني وضعت الدين في القفص وشبت عنه وبنت حضارة على أسس مادية علمانية بحتة، وكذلك الأمر في الصين التي لا تعترف بوجود الأديان أصلا. صحيح. لذلك اليوم عندما نقول الحضارة الصينية فنحن أحيانا نخلط بين التراث الشعبي الصيني والديانة البوذية التي يدين بها معظم الصينيين، وحتى في كوريا واليابان، الكوريتين واليابان، فيتنام، كمبوديا، هذه الدول، لاوس، تايلاند، هذه الدول بوذية في معتقدها لكنها لها ثقافات وحضارات مختلفة. إذن الحضارة الصينية هي التي أضفت الطابع البوذي الصيني على ممارسات وسلوكيات الناس وعلى طبيعة الأشكال الهندسية وعلى القيم التي يأخذ بها هؤلاء. فإذن الدين بعد مهم في تكوين الحضارة لكنه ليس الوحيد. فإذا قلنا الحضارة الهندية، هنا نستبعد الحضارة الإسلامية في الهند، وهنا إشكال لماذا والمسلمون هناك أيضا لهم دور كبير، لهم دور في البناء الحضاري الهندي المعاصر اليوم. لكن إذا قلنا الحضارة الهندية فتلقائيا نستبعد المسلمين. لماذا؟ لأن الحضارة الهندية قائمة على الديانة الهندوسية. إذا قلنا الحضارة الصينية نستبعد المسلم أو سكان الصينيين أو السكان المسلمون في الصين اليوم أو الصينيون المسلمون، يعني تعدادهم السكاني قد يفوق
الربع يعني القارة الإفريقية، ربما إريتريا، السودان، الصومال، جيبوتي وتشاد، كل هؤلاء لو جمعناها لا يساوون عدد المسلمين في الصين. لكننا عندما نقول الثقافة الصينية، الحضارة الصينية، فنحن نخرج هؤلاء، لأن الحضارة الصينية قائمة على الديانة البوذية. نعم. ولذلك أقول هناك فرق بين الحضارة الصينية أو الحضارة الإسلامية. فالحضارة الإسلامية الصينيون المسلمون جزء منها. نعم، لأنها الصينيين ربما، لأن الصينيين ربما في المسلمين في الصين ربما ليس لهم هيمنة ودور يستطيعون من خلاله أن يفرزوا معتقداتهم في تشكيل الحضارة الصينية. لكن ماذا عن الحضارة الإسلامية؟ وربما هو لب هذا المحور من هذه الحلقة، طبيعة الحضارة الإسلامية. قلت إن الحضارات الدين مكون أساسي وليس المكون الكلية في تكوين هذه الحضارات، لكن ربما يكون في مسألة الإسلام هنا استثناء. ما دور الدين في تشكيل الحضارة الإسلامية وما صبغة هذه الحضارة؟ جيد، هذا يا دكتور جهاد سؤال في غاية الأهمية. فالذين يريدوننا أن ننبت عن ماضينا وننقطع عن تراثنا يريدون أن يستخرجوا الدين ويضعوه في سلة المهملات. فمن ينادي مثلا بالحضارة القومية العربية، الحضارة التركية، الحضارة الكردية، الحضارة الإفريقية، الحضارة الفرعونية، يريدوننا أن نعود إلى الجاهلية، إلى ما كان فيه الأمر قبل الإسلام. فعندما جاء الإسلام مزج كل هؤلاء وكون منهم حضارة واحدة. إن صهروا في هذه البوتقة الواحدة فخرج لنا ما يسمى بالشعب المسلم، الشعوب الإسلامية. إذن الحضارة عند المسلمين لا تنفك أبداً عن التراث، عن التقاليد. فأنا مسلم، ثم أنا إريتري، أنا عربي أو إفريقي، أنا تركي أو مصري. إذن أنا في خاتمة المطاف مسلم. فما هي الأسس التي تنبني عليها الحضارة الإسلامية؟ لماذا لا أكون إفريقياً ومسلماً؟ لماذا لا أكون فرعونياً مثلاً كما ينادي بعض الناس اليوم ثم أكون عربياً؟ يمكن أن تكون عربياً، إفريقياً، تركياً، صينياً، لكن أن تكون مسلماً يعني أن تلتزم الإسلام كمنهج الحياة. إذن هنا الإسلام متغلغل في كل تفاصيل حياتنا، وهذا ما يميز المسلمين عن غيرهم. الحضارة الغربية مثلاً اليوم انفكت عن تراثها، انفصلت أو انفصمت هذا الفصام النكد بين الديانة النصرانية المسيحية أو الديانة اليهودية، هذا الفصام بين الديانة والتقاليد، بين الموروث الديني الذي كان سابقاً موجوداً كديانة نصرانية مسيحية وديانة يهودية، اليوم لا يعود، اليوم لم يعد له وجود إلا في بعض الأماكن، في بعض الأزمنة. فيتذكرون خالقهم في أيام محددة، في أماكن محددة، بهيئات محددة. أما المسلم فكل تصرفاته تنبثق من دينه، فإذا حضارته قائمة على التمسك بدينه. طيب دكتور عبد الحميد، يعني في السياق ذاته، في السياق ذاته، يعني هل أفهم منك أن الحضارة الإسلامية هي التمثيل المادي لجملة التصورات والقيم والمبادئ المنبثقة عن المرجعية الله سبحانه وتعالى في كل شيء من هذا الوجود؟ هذا ماذا أعطاها من خصائص أساسية انفردت بها عن باقي الحضارات؟ يعني مثلا نلاحظ في الحضارة الإسلامية انتشار النزل في طرق السفر، لمن أي إنسان في الدنيا تاه في الصحراء، تاه في طرق الطويلة، يستطيع أن يجد نزلا فيأكل ويشرب وينام من دون أن يدفع درهما واحدا أو دينارا لقاء ذلك. يعني هذا التمثيل المادي للحضارة يعني ماذا يعني في سياق الحضاري البشري؟ حسناً، عندما نتحدث عن الحضارة الإسلامية نتحدث عن شمول الإسلام الذي لا يرتبط بقوم معينين، الذي لا يرتبط بصنف من الناس، بطبقة من الطبقات، فهي حضارة لكل البشر، وهذا ما امتازت به حضارتنا الإسلامية.
عندما نتحدث عن حضارة إسلامية نتحدث عن حضارة إنسانية تهتم بالإنسان كإنسان بصرف النظر عن دينه وأصله وعرقه ولغته، نهتم به ما دام يعيش بيننا إن كنا في دولة إسلامية. نهتم بالإنسان ليس هذا فحسب، بل إننا نهتم بالحيوان بالجماد، بل إن الإسلام يقول وسخر لكم، يعني كل ما في هذا الكون مسخر لنا. ومن المفارقات العجيبة أننا نسمي الاستعمار استعمارا مع أنه استحمار، فالكلمة الأصل نعم ليركب علينا وليركبنا كحمير، أما القرآن يقول استعمركم في الأرض وأنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، هذا هو النص القرآني. إذن أنا كمسلم أشعر أنني مستخلف في هذا الأرض. إذن هذا ما تميزت به الحضارة الإسلامية. ثم إنها حضارة تمزج بين المادة والروح. لماذا انهارت الحضارة الغربية اليوم؟ لماذا بدأت تذهب نحو الهاوية؟ لأنها انفصلت عن الروح واكتفت بالمادة. حضارتنا الإسلامية لا تكتفي بأي من الجانبين، فلا رهبانية في الإسلام أن تبتعد عن الترف وعن البذخ، صحيح هذا ممنوع في الإسلام، ولا تسرفوا إن الله لا يحب المسرفين، لكن أيضا في المقابل إن الله يحب أن يرى آثر نعمته على عبده، وأما بنعمة ربك فحدث. إذن هناك مزج بين الروح والمادة. بعض الديانات انفصلت عن المادة فهي رهبانية ما أنزل الله بها من سلطان، ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم. وهناك من يغالي في الرهبانية، وهناك من يغالي في الروحانية. الإسلام جمع بينهما، ولذلك حتى في تعاملنا مع أسرنا مع أطفالنا نعمل المال الصالح في يد الرجل الصالح. خير الناس أنفعهم للناس. والإمام علي رضي الله عنه يقول الناس صنفان، إما أخ لك في الخلق أو أخ لك في الدين. بهذا الفهم الحضارة الإسلامية انطلقت، لا تفرق بين الناس والأجناس. ولذلك يا أيها الناس، سبحان الله، أول آية في أول سورة في القرآن الحمد لله رب العالمين. الحضارة الصينية للصينيين، الأوروبية للأوروبيين، الهندية للهنود، الحضارة الإسلامية لكل البشرية. آخر سورة في القرآن الناس، قل أعوذ برب الناس. سبحان الله. والنبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع، ونحن في هذه الأيام المباركات أيام العشر من ذي الحجة، كان يخطب أمام المسلمين وكلهم عرب إلا بعض الأشخاص، صهيب الرومي، بلال الحبشي، سلمان الفارسي، كل الحضور عرب مسلمون. مع هذا كان يكرر أيها الناس أيها الناس، لأن هذه القيم اليوم تلاشت. رجعنا إلى القوميات العنصرية. وهذا الحضارة الإسلامية. معذرة دكتور، وهذا ما تتفضل به عن هذه السمة والخصائص التي تميز الحضارة الإسلامية مرتبط بمنطق التاريخ الذي يحكم العلائقية أو العلاقة بين الحضارات. نريد أن نبحث معك هذا بشيء من التفصيل، لكن بعد العودة من فاصل قصير. أسعدكم الله، ما زلنا سويا في الحديث عن الإسلام وصراع الحضارات، وحديثنا في هذه الحلقة دائما مع الدكتور عبد الحميد زرعم، الأستاذ المشارك بالجامعة الإسلامية العالمية بماليزيا. نجدد الترحيب بضيفنا الكريم. دكتور، في قضية العلاقة بين الحضارات، يعني شهدنا الحضارة الإغريقية، الحضارة البيزنطية، الرومية، الفارسية، الهندية، الصينية، اليابانية والإسلامية، عشرات الحضارات التي ظهرت على مسرح التاريخ.
ما المنطق الذي يحكم العلاقة بين هذه الحضارات؟ هل هو منطق الصراع أم منطق الحوار؟ دكتور عبد الحميد، في واقع الأمر الله سبحانه وتعالى عندما أنزل هذا القرآن الكريم أنزله كما أسلفت آنفا ليكون دينا لكل البشر، طبعا دون إكراه، لا إكراه في الدين. إذن ديننا الإسلامي بطبيعته دين عالمي، دين يتصل بكل الناس في كل الأزمنة وفي كل الأمكنة. لذلك إن من ينادي بأن هناك صراع بين الحضارات هذا لا يعرف طبيعة هذا الدين ولا يعرف طبيعة هذه الحضارة. حضارتنا إنسانية خالصة تنادي الإنسان لكي يعمر هذا الكون، لذلك لابد أن تتلاقح الحضارات لا أن تتناطح. طب دكتور، هل يفترض، هل لماذا تفصل تفترض أن هناك انفصالا بين الإنسانية وبين وجود القوة والصراع؟ يعني إذا كانت حضارة إنسانية، هل يعني أن تكون يعني مخلاة من الأظافر والمخالب والأسنان؟ طبيعة الحضارات في المنظور الإسلامي أنها تتدافع، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. إذن هناك سنة تدافع، أنا أقدم الأفضل وأنت تقدم الأفضل، نحن نتنافس لمصلحة البشرية، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، وسارعوا. إذن هذه المعاني تحثنا على أن نتنافس فيما هو خير للبشرية. لكن يعني دعني دكتور عبد الحميد، معذرة، يعني دعنا نوسع أيضا قليلا دائرة الحوار. يعني ما تتفضل به من آيات هذه وردت في سياق دار الإسلام، في سياق ضمن الدائرة الإسلامية، التسابق في الطاعات والعبادات واللجوء إلى الله سبحانه وتعالى، وكذلك سارعوا إلى مغفرة من ربكم. هذا خطاب موجه للمؤمنين، لكن في مسائل أخرى الله سبحانه وتعالى يأمر المؤمنين والمسلمين بأنه يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم. ثمة من يقول، فريق من المسلمين، بأن هذا يعكس طبيعة الهيمنة للحضارة الإسلامية، وأن هذا الدين ما جيء به إلا لكي يكون مهيمنا، وإلا خلا من معناه الحقيقي. في واقع الأمر الهيمنة ومهيمنا عليه التي وردت في الآية القرآنية لا تدل على الغطرسة والتكبر والجبروت وإراقة الدماء ونهب ثروات الشعوب ما قامت به الحضارة الأوروبية الغربية في هذا العصر، وأنها فرضت نفسها بالقوة. لذلك سمى بعض الكتاب العولمة بالأمركة أو الاستعمار الجديد نيكرونيزيشن أو أمريكانيزيشن. إذن المسلمون يدعون إلى العالمية بينما هؤلاء يدعون إلى العولمة. العولمة تعني أن تفرض ثقافتك ونمط حياتك على الآخرين. نعم، لكن كان معي فهو في محور الخير، أما من خالفني فهو في محور الشر. إذن نحن نقول نقدم ديننا، لأن الله سبحانه وتعالى يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. نحن نقدم الإسلام في طبق من ذهب، فمن رضي به الحمد لله فبها ونعمت، من لم يرضه نتعايش معه ولا نكره على اعتناق ديننا. نعم، لكن هذا ما استغرت عليه. نعم، كيفية التعايش، هذا ما استغرت عليه. كيفية التعايش دكتور؟ الأخيرة للمسلمين. طيب، لا نتكلم عن التاريخ الماضي، عندما قسمنا العالم الى دار اسلام ودار حرب ودار بغي ودار خوارج ودار. اليوم كما يقول الامام الشافعي رحمه الله الدنيا كلها دار واحده، حيثما ذكر اسم الله في بلد عدته ارجاه من لب اوطاني. اذا كل البشريه نعتبرها امه واحده بالمفهوم الحضاري،
نعيش معها والتعايش يعني أن أعيش وأتركك تعيش وأنت بالمقابل لكن لا تفرق علي رأيك. دكتور عبد الحميد، يعني أنت تقول بأن المسلمين يتعايشون مع الآخرين كذا، وهذا حقيقة تحقق في التاريخ، ولكن يعني دعني أنقل دائما وجهة النظر الإسلامية الأخرى الغائبة حتى نوسع دائرة النقاش وحتى نجيب على أكبر أسئلة ممكنة في ذهن المشاهد الكريم. يعني الإسلام يتعايش مع غيره، لكن يتعايش وهو في دائرة الهيمنة، وهو الذي يفرض قيامه وأحكامه المنزلة من الله، لأن الله سبحانه وتعالى يريد لهذا الدين أن يكون مهيمنا على البشرية وأن يكون هو الحاكم، لأن الله استخلف الناس، استخلفهم أن يعمروا وأن يستعمروا الأرض، استعمرهم أن يعمروا الأرض هذه وفق مراد الله سبحانه وتعالى وأحكامه لأنها أرضه. أليس هذا الطريق التفكير ربما أو الصورة الأمثل والأقرب إلى الدقة عن الإسلام؟ وليس الإسلام الذي يعني يقبل التعايش مع حضارة تستهدفه وتقتله وتشرده وتحارب قيمه وعقائده وأخلاقه ثم يقول يعني نحن نقبل بالحوار والتعايش، هذا الذي يقول الفريق الآخر من المسلمين، فما تعليقكم؟ دكتور جهاد، الإشكال يأتي عندما نستسلم، أما عندما ندعو إلى السلم أو إلى السلم فهنا أنا أدعو من منطق القوة، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، قوة العقيدة والإيمان، قوة الوحدة والارتباط، قوة الساعد والسلاح. فإذا كنت مستعدا وفي يدي اليمنى غصن الزيتون وأنا أستعد لمن يكيد لي ولمن يريد أن يستأصل شأفتي والقلم، إذن أنا لا أتنازل عن مبادئي، أنا لا أستسلم، لكنني أدعو إلى السلم، أدعو إلى التعايش الحضاري من منطق ومن منطلق أنني مسلم، والله سبحانه وتعالى أنزل هذه الرسالة الخاتمة لتكون خاتمة الرسالات، الصورة النهائية لما يريد الله من البشر جاء في هذه الرسالة الخاتمة. فأنا مكلف شرعا وعقلا ومنطقا أن أقدم ديني وحضارتي، أن أدعو الناس إلى الإسلام. لكن هناك من سيقاوم هذه الدعوة. نعم، هناك من سيقاوم هذه الدعوة طبيعي. وبالتالي تنشأ ينشأ الصراع. أمر طبيعي أن لا يقبل الناس بهذا الدين. النبي عليه الصلاة والسلام مكث في مكة بين أهلي وقومي 13 عاما، وهم الذين أخرجوه، خرج من مكة وهو يبكي، مسقط رأسه ومهض صباه ومرتع أحلامي ومرمى عصادي، خرج منها يبكي، ثم عاد إليها بعد سنوات عشر، عاد إليها فاتحة. فكيف يستقيم هذا؟ خرج منها مطاردا والآن دخل فاتحا. إذن منطق القوة موجود، لكن ليست القوة العنجهية، القوة التي تأتي بالغطرسة والهيمنة والجبروت وفرض القيم. أمريكا والغرب اليوم الغرب يفرض ثقافته علينا فرضا، بينما نحن لا نفرضها. حتى عندما كنا في أعز مقامات السمو، عندما ملكنا الدنيا قرونا، ما فرضنا هذه الحضارة وهذا الدين. كان هناك من يتبوأ المناصب العليا في الدولة الإسلامية من غير المسلمين، من اليهود والنصارى، بعض الملوك والخلفاء أطباؤهم الخاصون كانوا من اليهود، وكانت الأمور مفتوحة لهم، التجارة والمناصب. إذن ديننا لا يتعارض أبدا مع التعايش، فنحن هنا وسط بين قوم يريدوننا أن نقتل كل من يعادي ديننا ولا نتعايش معه، أن نرفضه رفضا وأن نفرض ديننا فرضا. وهناك من يريدنا أن نذوب، هذا الذوبان، هذا الانحلال، هذا يتنافى مع طبيعة الإسلام. فالرأي الوسط أننا نتعايش دون أن نذوب، نقدم حضارتنا دون أن نفرضها على الآخرين. نعم، وهذا هو المنطق السليم الذي يجب أن تتعايش معه أو تتماشى معه كل الحضارات اليوم. نعم، لكن يعني عندما كان بعض الأطباء في الدولة الأموية وحتى الدولة العباسية من الذميين أو من النصارى أو اليهود،
يعني كانوا حقيقة ذائبين في المجتمع الإسلامي الذي كانت تهيمن قيمه وعقائده وأحكامه. فالإسلام يقول فريق من المسلمين يقبل بالتعايش ولا شك، لكن عندما يكون مهيمنا وصاحب السيادة وصاحب القوة في ذلك. لكن في لو 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 عدنا إلى منطق العلاقة بين الحضارات تاريخيا دكتورنا المفضال، هل يعني عندما نشهد نلاحظ من التاريخ أنه لم تقم حضارة إلا على أنقاض سالفتها أو سابقتها، يعني الحضارة الغربية لم تقم إلا على أنقاض الحضارة الإسلامية التي كانت آخر تمثلاتها هي الدولة العثمانية، وكذلك المسلمون أقاموا حضارتهم على أنقاض الحضارة المادية المتوحشة عند الروم والفرس وبعد ذلك البيزنطيين. أليس المنطق الذي يحكم الحضارات عبر التاريخ هو منطق القوة، روح القوة وروح الصراع والصدام؟ في واقع الأمر نحن كمسلمين نرفض هذا المنطق، هذا المنطق مرفوض تماما، لأن القضية إن كانت مرتبطة فقط بالصراع وفرض الهيمنة والقوة والجبروت لما وصل الإسلام إلى كل أصقاع الأرض. الإسلام دين يدعو إلى السلم، لذلك هذا الدين القائم على السلام والسلم لا يمكن أن يتراجع وأن يتقهقر إلا إذا كانت هناك عوامل تجعله يتقهقر، وهذه العوامل هي يعني ما جاء به المسلمون أنفسهم. فالإسلام باق إلى قيام الساعة. مثل ماذا؟ دينا للجميع وللإنسانية، لكن ضعف المسلمين وتقهقر المسلمين يصيب الإسلام أيضا بشلل، وهذا الذي نراه اليوم. عوامل الشلل دكتور، عوامل الشلل والتراجع والانحسار الإسلامي لو تحدثنا عنها من فضلك، ما هذه العوامل؟ يعني هناك عدة عوامل، هناك عوامل سياسية، عوامل اقتصادية، عوامل اجتماعية، عوامل علمية. فالتراجع العلمي الذي حصل في الأمة الإسلامية وأصابها في مقتل طبعا سبب في تدهور الحضارة الإسلامية، فبدأنا نكون مستهلكين بدل أن كنا منتجين، بدل أن كنا متحدين وموحدين وموحدين، بدل أن كانت تسودنا كلمة التوحيد وتوحيد الكلمة تفرقنا إلى أحزاب وجماعات نتقاتل لأتفه الأسباب. لذلك إذا لم يتحد المسلمون لا يمكن أن يقدموا صورة ناصعة لدينهم. كيف يقدمون البديل الحضاري للآخرين وهم في أنفسهم والتخلفون علميا؟ لكن هل 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 يمكن للمسلمين ان يقدموا تصورهم الحضاري للبشريه والكون والخلق من دون ان يكونوا مهيمنين، من دون ان يكون الحربة بيدهم، من دون ان يكون الاسلام هو سيد الموقف دكتور؟ يعني كيف يمكن ان يتمثل الاسلام عمليا من دون ان يكون مهيمنا، ان تجري قوانينه على الناس، ان تجري احكامه وعقائده واخلاقه وادابه بين الناس؟ هو في واقع الأمر يعني كل الحضارات ما قامت إلا على هذا. صحيح بعضها تنكب الطريق وخرج عن الجادة وابتعد عن الروحانيات وعن الدين وعن القيم، لكن أساس الحضارات حتى الحضارة الصينية والهندية كما قلت سابقا قامتا على الدين البوذي الهندوسي. فالحضارة الإسلامية قائمة على الدين الإسلامي، والدين الإسلامي لا يأمرنا بقتل غير المسلمين، لكنه في الوقت ذاته يأمرنا بأن نكون مهيمنين، وهذا من حقنا. لماذا اليوم الحضارة الغربية تريد أن تفرض رأيها بالقوة؟ لأنها ترى أنها لا تستطيع أن تواكب الإسلام، أن تتماشى مع الإسلام، أن تنافس الإسلام. فالإسلام حي في ضمائر أتباعه. أوروبا اليوم نسيت الدين والتدين الروحانيات، فهذه حضارة الترف والمجون والفسق لا يمكن أن تستقيم وأن تستقر. المسلمون يتمسكون بدينهم ويدعون إلى دينهم دون أن يكرهوا أحدا لاعتناق هذا الدين. الهيمنة لا تعني أنك تقتل غير المسلم، وإنما بما تحمل من قيم تصلح للبشرية في النظم الاقتصادية، في النظم الاجتماعية، في النظم التعليمية، حتى في القضايا البيئية. فالإسلام له حلول لكل المشاكل التي تعاني منها البشرية اليوم.
طب وهذا يعني دكتور، باعترافهم. هل الهيمنة عجبني قبل أيام، نعم تفضل تفضل دكتور. قبل أيام عجبني مصارع أمريكي يقول ربما لا تتعجب إن رأيت في شوارع لندن وباريس مخنث يحمل صورة المسيح على صدره، يلبس قميصا في صورة المسيح ويصف المسيح بالمخنث. قال لا أحد يبالي بل قد يلتقطون معه الصور. إذن ماتت الديانة في قلوبهم، بينما يقول لو حدث هذا في عالم المسلمين، في العالم الإسلامي، في الشعوب الإسلامية، في أي دولة إسلامية، رجل يحمل صورة محمد، يقول نبي المسلمين، يحمل صورة محمد ويتهم بأنه شاذ بأنه كذا، قال تقوم الدنيا ولا تقعد، مظاهرات تخرج من طنجة إلى جاكرتا. إذن هذا يعني أن المسلمين، لكن هذا في دائرة العاطفة دكتور، يعني ثمة من ينتقد هذه المقاربة دكتورنا المفضال. وقبل أن أذهب إلى الفاصل الأخير أقف معك عند هذه النقطة المهمة، أثرت نقطة مهمة بأن الدين ما زال حيا بين المسلمين، لكن ثمة من يقول بأن هذا لا يكفي، هذه عاطفة لم تطعم من جوع ولم تغني من جوع ولم تساعد المسلمين في فرض ثقافتهم وعقائدهم وأخلاقهم. يعني ماذا يعني أن يكون الدين حيا في نفوس المسلمين بينما المسلمون لا يستطيعون أن يعني يعبدوا ربهم بالطريقة الصحيحة في بلادهم، لا يستطيعون أن يقولوا كلمة حق في بلادهم. وهنا نعود معك إلى المربع الأول وهو قضية الهيمنة. يعني أنت تقول أن الهيمنة هي كامنة في قوة الفكرة وقوة القيمة الإسلامية، وهذا قد يكون صحيحا، لكن كيف يمكن تعميم هذه الفكرة من دون أن يكون هناك سنان وسلاح وقوة كما كان في عهد الصحابة؟ الصحابة لم يذهبوا فقط بمجرد الفكرة إلى البلدان، وإنما ذهبوا بالسيوف يعني ونشروا الإسلام، لأن الدول حالت دون دعوة الإسلام. نعم طبعا هذا أيضا يأخذنا إلى السياق الذي كنا نتحدث فيه وهو الصراع. فنحن نتدافع، ادفع بالتي هي أحسن، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، في الآية الأخرى لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد. إذن قضية التدافع هذه سنة من سنة الله سبحانه وتعالى في هذا الكون، كل الحضارات تتدافع. فهذا التدافع يعني أنت تقدم ما لديك والآخر سيقدم، وفي أثناء ذلك سيكون هناك تدافع، كما في الأسواق أنا أقدم بضاعتي وصاحبي وجاري يقدم بضاعته ويعرض بضاعته والناس يأتون ويشترون. فجاري هذا الذي بضاعته كاسدة وبضاعتي أنا رابحة رائجة، الناس يشترون مني ولا يشترون منه، بكل تأكيد سيغار، ستأتيه الحمية. نعم. سينتعش وينتفش وسيأخذ النار ليقتلني أو يحسدني أو يكيد لي المكائد أو يدبر. نعم. إذن نعم. هذا هو التدافع، يعني أنا أقدم ما لدي بأفضل الطرق. طيب. وهو أيضا يقدم، فليحكم الناس على هذا الذي قدمناه. نعم. حضارتنا حضارة إنسانية، بينما حضارة الغرب اليوم مثلا هي قتلت الإنسان ولا زالت تقتل الإنسان في كل مكان، بل لا تعترف بإنسانيته. متى اعترفوا بحقوق النساء، حقوق المرأة؟ كانوا يعتبرونها نجسا رجسا، أخيرا اعترفوا بها ككائن، الآن يتكلمون عن حقوق الإنسان في الدول الإسلامية. طيب. فحضارتنا قائمة على هذه المبادئ، لا ترتبط بدولة أو بأخرى، بعصر أو زمن، بحكومة أو أخرى، هي نابعة من دين الذي يحترم الإنسان كل إنسان. نعم. بل إن امرأة دخلت الجنة لأنها سقط كلمة. طيب دكتور يعني يعني يتحدث الغرب عن حقوق الإسلام في العالم الإسلامي، وربما حق له في هذا، لأن الإنسان الآن في كثير من دول العربية والإسلامية ليس له حق كامل الحقوق، وربما هذا بسبب غياب الإسلام عن مسرح الحياة. نريد أن نذهب إلى الفاصل لنعود بعد ذلك لنشارك ضيفنا ونسأله عن قضية كيفية وسبل استعادة الوهج الحضاري للإسلام، خصوصا في ظل ما يعرف برهاب رهاب الإسلام واستهداف القيم والعقائد والأداب الإسلامية.
أهلا بكم مشاهدينا الفاضلين إلى الجزء الأخير من هذه الحلقة التي نبحث فيها صراع الحضارات والإسلام مع ضيفنا الدكتور عبد الحميد زرعم. دكتور عبد الحميد، الآن هناك كما تشاهد وتتابع لا تكاد توجد بقعة في العالم إلا والمستهدف الأول فيها المسلمون وقيامهم. شاهدنا هذا في الصين، شاهدناه في الفلبين، شاهدناه في تايلاند، شاهدناه في بورما وفي أفغانستان وفي فلسطين وفي كل مكان تقريبا، وحتى في الشام وفي العراق. هل السؤال هو المطروح الآن بقوة، كيف يمكن استعادة الوهج الحضاري الإسلامي بما يحمله الإسلام من قيم الخير وقيم المساواة الإنسانية كما تفضلت في ظل هذا الاستهداف الممنهج يبدو للإسلام وقيمه وللمسلمين؟ هناك عدة عوامل أو عدة شروط لهذا النهوض. فبدل أن كان المسلمون يعني في ثبات عميق واستحوذت عليهم كل قوى الشر وتعقبتهم وتتابعت أخبارهم واحتلت ديارهم ونهبت ثرواتهم، بعد كل هذا الركود الآن لابد أن ينتفض المسلمون لاستعادة حقوقهم. لكن هذه الانتفاضة أو هذا الاستنهاض لا يكون عبارة عن كلمات تكتب هنا وهناك وخطب ومحاضرات كما قلت قبل في الفقرة السابقة، قلت هذا كلام عاطفي. نعم، الشعوب لا تقاد بالعواطف. إذا أردنا فعلا أن نقيم حضارة تتناسب مع هذا العصر، إذا أردنا أن نعيد البوصلة إلى المسلمين، إذا أردنا أن نأتي بالمشروع الحضاري الإسلامي، لابد من عوامل أو لابد من شروط. هذه الشروط: أولا إصلاح مناهج التعليم، لابد أن نهتم بالتعليم. التعليم اليوم أصبح ثقافة استهلاكية، يعني أشياء معلبة الطالب يحفظها ويذهب للامتحان وانتهى. لابد أن نعيد صياغة المناهج التعليمية، لابد أن نعيد صياغة الأطر التربوية التي من خلالها نعلم الناشئة. وبعد ذلك نأتي إلى الإصلاح السياسي. الاستبداد السياسي الذي حل ببلاد المسلمين لم يكن أقل من الاستعمار أو الاستحمار الذي احتل ديار المسلمين. خرج المستعمر وترك وراءه تركة ثقيلة. فلا بد من إصلاح مناهج التعليم ولا بد من إصلاح السياسي. أيضا القضايا الاقتصادية، لا بد من الاهتمام بالاقتصاد والتنمية والإعمار. لا بد من أيضا فتح آفاق التعاون مع الحضارات الأخرى. نحن في هذا العالم، عالم ما بعد العولمة، عالم ما بعد سقوط الاتحاد السوفيتي وانهيار المعسكر الاشتراكي، نحن في هذا العالم نحتاج إلى أن نفتح آفاق التعاون، التعاون على البر والتقوى، التعاون في جلب المصالح ودفع المضار، التعاون على إرساء دعائم الحق. التعاون بين من ومن دكتور؟ التعاون بين من ومن؟ التعاون بين المسلمين أولا في داخلهم، ثم التعاون مع الحضارات الأخرى. ألا ترى أن هذه دعوة ألا ترى أن هذه دعوة تسبح في فضاء من المثالية دكتور؟ هذه الدعوة تكتنفها بعض المعيقات والمعوقات. يعني هناك من يريدنا أن نرتمي في أحضان الماسونية العالمية، الصهيونية العالمية، من يتماهى مع هذا الظرف الراهن. لا، هذا سميته استسلاما. نحن ندعو إلى تلاقح لا إلى تناقح. التلاقح يعني هناك أشياء مشتركة، هناك تعاون على مثلا نصرة المظلومين وكبح جماح المعتدين، هناك تعاون على درء المفاسد، هناك تعاون في مواجهة الكوارث الطبيعية. الآن مثلا الكورونا فيروس والكوارث الطبيعية، الزلازل والفيضانات، هذه كلها تحتاج إلى
إلى تعاون مشترك بين كل بني البشر. من هم المسلمون اليوم الذين سيتعاونون مع الغرب دكتور؟ يعني أنت تدعو إلى مثلا قضية التعاون، يعني من هو منظمة المؤتمر الإسلامي التي تقودها الدول العربية والإسلامية التي يعني جنابك قلت بأنها يعني تحوي قدرا كبيرا من الاستبداد السياسي وفساد أنظمة التعليم وفساد الأخلاق فيها؟ أم المسلمون العوام، الناس في الشارع، أم الهيئات العلمية؟ من هم المسلمون الذين سيتعاونون مع دول غربية منظمة تهيمن على العالم بأسره؟ جيد. لذلك يا دكتور جهاد، هذا مما عمت به البلوى، يعني النظام الدولي اليوم شينا ما بين هذه طبيعته، هو يذهب في هذا المسار، مسار اختلاق الحروب والفتن والكوارث في كل مكان، ثم اشتعال الحروب في أماكن أخرى والضحية المسلمون. هذا أمر شينا ما بين واقع، فنحن جزء من هذا العالم، فإما أن نتقوقع وننكفي على ذاتنا ونبكي ماضينا وتراثنا الماضي والسابق، غرناطة وشبيلية وقرطبة وبغداد وحلب ودمشق والقاهرة، أو نعيش مع هذا الواقع فنتموقع، لا نتقوقع بل نتموقع، يعني نبحث لنا عن موقع قدم في هذه نعم. طيب. في هذا العالم، في خريطة العالم. طيب. فلا بد من إصلاح سياسي في دولنا. لماذا نقبل بتعدد المذاهب الفقهية ولا ندعو ولا نسمح بتعدد الآراء السياسية؟ لماذا لا نتيح الحريات للناس لكي يختاروا طيب ما يشاؤون؟ طيب دكتور، فهناك حرية دينية، حرية اقتصادية، حرية نعم. معذرة، يعني وضحت الصورة حقيقة. بقي عندي في البرنامج في هذه الحلقة دقيقتان، أتركها لجنابك أن تتحدث في موضوع الحلقة مما لم يجري الحديث عنه طوال هذا الوقت الذي استهلكناه، تفضل. جيد. أنا في واقع الأمر يعني كانت تجول في خاطري بعض الأفكار المتعلقة بإصراع الحضارات. يعني النظام العالمي الجديد عندما قام عام 1991 في بدايات التسعينيات، جورج بوش الأب نادى بالنظام العالمي الجديد، ويدل على هذا الكلام أو هذا النظام يدل على أن هناك نظام يفرض، فهو ليس the new world system وإنما the new world order. أوردر يعني هناك فرض هيمنة على الآخرين. المعسكر الاشتراكي الروسي انتهى، فما كان هناك من محور يقف أمامهم إلا الإسلام. فجاءوا بإصراع الحضارات في 93 سامويل هينغتون، وطورها إلى كتاب في 1996. بعد 10 سنوات من جورج بوش الأب جاء جورج دبليو بوش الابن، فأعلن الحرب على الإرهاب. وسبحان الله 1917 عندما سايكس بيكو قسم العالم نعم. كله العالم معنا أو ضدنا نعم أشكره. يعني قسموها بين بريطانيا وفرنسا في هذا التوقيت، في هذا التوقيت نعم. قامت الشيوعية. دكتور أرجو المعذرة، لا أريد أن أقاطعك. دكتور أرجو المعذرة، لا أريد أن أقاطعك، يعني ألتمس منك أن تختم كلامك بعشر ثواني فقط، انتهى الوقت. ولذلك ديننا الحنيف دكتور جهاد يدعو إلى تعاون الحضارات، التعاون فيما هو خير للبشرية، وأن نتجنب صراع الحضارات. نحن ندعو إلى تلاقح الأفكار، تلاقح الحضارات، تعاون الحضارات، لا إلى تناطح، لأن الصراع يعني أن تصرع شخصاً وتضعه في الأرض وتهيمن عليه، أما التلاقح، التعاون، التعايش، يعني أن تقدم ما هو أفضل للبشرية، أن تقدم ما هو أفضل للبشرية من وجهة النظر الإسلامية. بهذا نختم هذه الحلقة مع ضيفنا الكريم الدكتور عبد الحميد زرقم، الأستاذ المشارك بالجامعة الإسلامية في ماليزيا. شكرا لكم مشاهدينا الكرام على طيب المتابعة، دمتم في حراسة الله.